اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بس توضيح صغير عشان اخوه على تويتر ايه شغالين على ان انا المهندس ابراهيم محلب استجاب لي لما كلمته عن وزاره الثقافه. المهندس ابراهيم محلب بيقول لي ان هو استجاب لرد فعل المثقفين، المثقفين خدوا موقف ليس رفضا للاستاذ او الدكتور اسامه الغزالي حرب، ولكن هم شايفين ان المثقفين فيهم من يصلح لهذه المهمه. ليه بيجيب سياسي لدوره المهم والمحترم جدا لوزارة الثقافة؟ فوصلوا هذه الاعتراضات في كلام كان عن تجمع ووقفة وحاجات كده، فوصلوا ردود الفعل. أنا مجرد إعلامي بنقل الخبر فقط. عودة مرة أخرى، احنا في مصر بقى ما فيش حد يعني ايه بيسيبوا الخبر أو المعلومة ويمسكوا في خناقة تانية. احنا ده الفقرة الأخيرة عندي. الفقرة الأخيرة أنا مش عايز الناس تنام متعكننة، عايز الناس تنام عندها امل، فكل مشكله لها حل، واذا لم يكن لدينا حل نروح ننتحر. صح، انا يعني بحلم باليوم اللي هتيجي فيه الحلقه اللي هتكلم فيها على الحل. لا 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 لا، ده ما تجيش في 10 دقايق. ما تجيش في 10 دقايق. مين قال لك ان هديك 10 دقايق؟ هو بتقول ده اخر فقره. اخر فقره هو طيب. انا ما اتكلمتش في بقيه المشاكل اللي موجوده. طيب. لنقص الطاقه. اتفضل. الطاقه لا نمو ولا عماله بدون طاقه. تمام، فانت محتاج طاقه كهربائيه ووسائل جديده كتير جدا. محتاج اخر الحاجه اللي قبل الاخيره الميه. انت عندك فقر مائي شديد. بلد اللي يمكن الوحيده في العالم اللي ماشيه بهذا المعدل اللي بتروي لسه بالغمر. نعم، واخد بالك؟ في الميه مهدره كلها وانت محتاج زراعه. اخر حاجه التمويل. محتاج تمويل اللي هيكفيك ايه يعني في نقص موارد تمويليه. هنعمل ايه في المستقبل؟ خصوصا ان وزير الماليه كل يوم الصبح عليه انه يطبع او يستلف مليار جنيه كل يوم الصبح. كل يوم الصبح يصحى يفطر وبعدين يشوف هيدبر مليار جنيه فين. مليار جنيه دول جم منين؟ ده عجز الموازنه، عجز ميزانيه الحكومه بين ايراداتها ومصروفاتها. 350 مليار جنيه تقسمهم على 360 يوم يطلع مليار جنيه كل يوم الصبح. ما شاء الله. واخد بالك؟ تمام. طيب، فبنتكلم على الرؤيه بقى المستقبليه، هنعمل ايه؟ تمام. في برنامج كل واحده طبعا من اللي انا قلته ده فيه تحتيه 70 حاجه، والبرنامج اللي جاي برضه فيه 50,000 حاجه، لكن مش عايز برضه يعني ادخل الناس في تفاصيل نقول عناوين طبعا. انت محتاج شرح حسابات، محتاج توسع محتاج توسع جغرافي وخريطه جديده لمصر فيها توسع. انت بتكلمنا على خطط طويله المدى مش خطط عاجله. لا، العاجله ما في، العاجله ما فيش اكتر من اللي قلته لك في الثلاث اشهر دول. تمام. مصارحه الناس ازاي، وان الاغنياء هيعملوا ايه علشان يساعدوا البلد في تجديد الاغنياء. طبعا انت عندك من الحاجتين المهمين او اللي محدش بيتكلم فيهم مثلا كتمويل للكلام ده كله، ان عندك حصيله الايرادات الضرائب في مصر كلها 240 مليار جنيه. 240 مليار جنيه دول لو احنا في اي بلد في الدنيا زي اليونان وزي البرازيل وزي البلاد اللي في نفس المستوى بتاعنا، بتبقى نسبه الضرائب الى الناتج القومي الاجمالي حوالي 30%. فانت الناتج القومي بتاع الاجمالي بتاعك 2 تريليون. عندك قطاع غير رسمي، لازم من ضمن الحاجات ان احنا بنضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، ده بيعادل تقريبا 2 تريليون تنين. نعم. وبالتالي لما تقول 4 تريليون جنيه حجم الناتج القومي الاجمالي الحقيقي، ال 30% لو انت بتحصل ضرائب صح يبقى 1200 مليار جنيه ضرائب سنوية. يعني تريليون 2 من 10 و2 من 10 بدل من 2 من 10 دلوقتي. فانت بتتكلم على تقريبا ست اضعاف اللي حسب الدستور الجديد الضريبه الاقتصاديه ممكن تحقق ده. انا عايز، انا من ضمن الحاجات اللي بقى انادي بيها لازم ضريبه الشركات تنزل. نعم. بالمناسبه يعني ايرلندا لما اتزنقت مؤخرا نزلت ضريبه الشركات ل 12.5%. حصيله الاستثمارات الاجنبيه اللي دخلت عندها 40 مليار يورو. كويس. فانت محتاج تنزل الضرايب على الشركات، محتاج ترفع الضرايب على الافراد. نعم. ضريبة الدخل بتاعك انت كشخص بيجي لك دخل، اي واحد بيشتغل في هذه البلد ومستمتع بالمكان اللي هو قاعد فيه لازم يدفع ضرائب، ما دام بيكسب لازم يدفع ضرائب. تمام. فانت بتعمل ضرائب تصاعدية على الافراد زي كل دول العالم، ضريبة توزيعات الارباح بتدفع، ضرائب على الارباح من البورصة بتخش من ضمن ضريبة الايراد العام بتاعك، كل حاجة. وتحط حد ادنى للناس اللي يعني قلنا 15,000 جنيه في السنه معفي من الضرايب علشان محدود الدخل اللي هي تعادل تقريبا 1200 جنيه في الشهر. كويس. ففي خطه فيها مساهمات الشركات ومساهمات الاغنياء ازاي في تمويلها، بروفايدد طبعا انك انت تكون المناخ مناخ غير طارد. انت عندك مرفوع عليك قضايا بمليارات الدولارات بره،
فلازم في الغابه التشريعيه بتاعتنا دي تنقى ويبقى في جو تشريعي ملائم للاستثمار، لان هو ده المخرج الوحيد للبلد في الفتره اللي جايه. كويس، بس كده خلصت ال 12 نقطه؟ انا خلصتهم بسرعه جدا. لا انا عندي تطوير النظام، الاجهزه النظام الزراعي بالري بالرش، وفي البي او تي، وفي الحاجات دي كلها. طيب يعني حددنا راس المشكله ولا حلول بالظبط كده، مليان حلول، مليان حلول. يعني انا اذا قلت مثلا انه اي حكومه بتيجي او اي يعني مسؤول جديد بياخد مسؤوليه لازم يفكر في اللي بنطلق عليها الكويك وينز، يعني شايف الدمج الاول ازاي النهارده في عدد من الوزارات؟ يعني 6 وزارات تقريبا اتدمجوا النهارده. يعني انا يعني قلقني قوي دمج التنميه الاداريه مع التنميه المحليه. اعتقد انه هو ما اتدمجتش، هم هيفضلوا وزارتين وهو يعني مسؤول عن وزارتين. يعني انا كنت شايف ان التنميه الاداريه اخذت فتره طويله قوي في غياب وزير مشرف عليها، كانت يعني كانت فرصه ضائعه كبيره جدا، لانه التنميه الاداريه الحقيقه لها مهمه كبيره جدا في ظل التوسع الكبير اللي حصل في الحكومه في الفتره السابقه نتيجه لتعيينات كثيره. نعم، وكمان لها مسؤوليه في اعداد كشوف الناخبين الى اخره، يعني لديها مسؤوليات وكان عندها دور وعمله كان كويس المهندس هاني محمود. بالظبط. وبعدين بقى الحكومه الالكترونيه الى اخره، احنا تراجعنا كحكومه الكترونيه في العالم بشكل كبير قوي في الثلاثين اللي فاتوا. فالحقيقه انا كنت اتمنى انها تاخد يعني اهتمام اكبر ويبقى ليها. طيب وزير بقى الدمج بقيه الحاجات، يعني مثلا الشباب والرياضه، الشباب والرياضه، تخطيط ده بيبقى فيه ضغط نفقات شويه ولا؟ اعتقد ضغط نفقات وما احناش محتاجين عدد الوزراء الكبير قوي. طيب يعني اذا رجعنا بقى للسؤال بتاع حضرتك، يعني واستكمالا اللي قاله زميلي المهندس هاني، انه يعني انا بتهيألي احنا لازم نفكر في كويك وينز اللي هي يعني الانجازات السريعه اللي ممكن الحكومه تعملها. انا وجهه نظري انه رقم واحد في الحاجات السريعه اللي ممكن تدي ثقة وشعبية للدولة هي مكافحة الفساد. أنا بعتقد أنه لم يتم أي شيء محدد في مكافحة الفساد. صحيح. من بعد الثورة. ولابد أن احنا يكون لدينا قناعة كاملة أنه الثورة بتاعت 25 يناير دي قامت أحد مسبباتها كان الفساد الشديد موجود في مصر. وهناك حلول الحقيقة سريعة ممكن تتعمل. يعني مثلا أنا أتصور أنه لو رئيس الوزراء أول قرار عمله انه الزم كل الوزراء، كل وزير في وزارته ان هو يطلع كشف بما يتقاضاه كبار العاملين في المستشارين والمساعدين والوكلاء، يعني يطلع اعلى 30 مرتب مثلا على الانترنت. عايز اقول لحضرتك انه مثلا في دوله زي البرازيل لما عملوا قانون حريه تداول المعلومات بقوا ينشروا كل المرتبات بتاعه الموظفين، جميع موظفين البرازيل بتنشر على الانترنت. لو انت هتشتغل في الحكومه لازم مرتبك بكل ما تحصل عليه بدلات يبقى معروف، ومش عاجبك خلاص. عندنا في مصر ده يقبل؟ يعني انا موظف في وزاره باخد 20,000 جنيه وعندي حد بياخد 2000 جنيه، تعتقد انه هيتعامل معايا عادي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا بزعم وقد اكون مخطئ، يعني انه حتى جوه الحكومه ربما رئيس الوزراء او الوزير ما يعرفش التفاوتات شكلها ايه. نعم، لانه في غابه من اللي بيتكلم عن مديره مكتب كانت بتاخد لها مليون في الشهر بسبب مسجله في كذا مجلس في كذا اجتماع اكثر من الوزير 100 مره. اللي انا عايز اقوله ان ده هيبقى مفيد للوزير كمان ان هو يعرف جوه وزارته اللي بيحصل. نعم. يعني انا شخصيا بقول لحضرتك ان في بعض الوزارات عدد كبير جدا من الموظفين بيقبضوا اكثر من الوزير. نعم، انا بتكلم على الدخل الكامل مش بتكلم على المرتب بس. فدي حاجه اعتقد انها اولا هتدي ثقه للناس، هتدي شفافيه للحكومه. كويس، وهتبقى هي دي الخطوه الاولى في حل مشكله الفساد. ثاني خطوه لمواجهه الفساد. الخطوه الثانيه في مكافحه الفساد هي العمل بقى على اللي بيحدث في الانظمه الحكوميه. انا بدعي انه كان في بعض الخدمات التي تقدم الكترونيا توقف العمل بها الكترونيا، وده عودة إلى الفساد. يعني أنا النهاردة مثلا لما تيجي حضرتك تشوف الخدمة المتميزة جدا اللي دخلت في مصر بتاعة شهادات الميلاد الإلكترونية. نعم. دي طبعا قفلت باب كبير جدا من الفساد اللي كان بيحدث في الرشاوي إلى آخره. طبعا. وبقت الخدمة توصل للمواطن المصري إلى بيته، فما فيش أي نوع من التفاعل ما بين فيش الوسطاء. بالظبط. يا ريت ان احنا بقى نتوسع في هذه الخدمات، لان دي كمان هتقضي على فساد كتير كبير جدا في مصر. وده برنامج موجود وفي حاجات كتيره جاهزه في وزاره التنميه الاداريه تستطيع ان تتحرك. فكره الرخص والبطايق والحاجات الالكترونيه. معلش انا مش عايز اقاطعكم، انما الفساد في مصر مؤسسي، ما بقاش فساد عادي في الحكومه. انت عشان كده برضو رجع تاني للرئيس المنتخب ذو الشعبيه، ده هيحط ايده في اعشوش دبابير مافيا الدعم،
مافيا الضرايب، مافيا البناء على ارض زراعيه، مافيا سواقين الميكروباص، زي كل وزير في كل وزاره مش وزير، دي مش عايز وزير، كل اللي انت تحته انت عندك صعبة. فساد ناخر في كل ارجاء البلد، وبالتالي عايزه واحد يخش بايد حديديه. بس انا بتكلم على الكويك وينز يعني. بس خلينا نكمل كمان النقطه النقطه الثالثه الحقيقه اللي مهمه جدا واللي معروفه لكل الاقتصاديين، ان كل السلع اللي موجوده في مصر فيها احتكارات شديده جدا. يعني احنا دوله طبعا بنعتمد بشكل كبير جدا على الاستيراد، كل السلع المستورده تلاقي اي سلعه في اثنين ثلاثه هم اللي بيستوردوها ومقفول عليهم بالكامل، وبيستطيعوا ان يتحكموا في سعر السلع بشكل كبير، وده بيخلي مدخلات اي صناعه مصريه مرتفعه جدا فلا تصبح تنافسيه. وهنا بقى دي بطريقه مقننه في عدد قليل من الناس بيحصل على ارباح كبيره جدا، وبيوقف الصناعه المصريه في واقع الامر انها تكون منافسه. فانا بقول ان في كويك وينز كده ممكن تتعمل، هتعمل نقلات كبيره، لانه زي ما حضرتك قلت انه من الصعب ان الحكومه دي اللي جايه قاعده 3 اشهر انها تعمل حاجات طويله الاجل. لكن اعتقد في الاجل القصير في حاجات ممكن ان تكون نافذه مؤثره وايضا تبني ثقه في الحكومه. طيب نختم بالاغنياء. ماذا يفعل الاغنياء لهذا البلد؟ ازاي ممكن يساهموا في حل هذه المشكله؟ اي غني بيقول لك انا مستعد اعمل اي حاجه، بس انا محتاج بنيه تشريعيه جيده، عايز استثمر وانا امن، عايز اشتغل ومستعد اعمل اي حاجه للبلد. هل الحل هو التبرعات انه يتبرع لا 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 المستشفى يعمل حاجات كده؟ دي وسيله رخيصه جدا للنمو، مفيش تنميه في بلد بتقوم على التبرعات. مع ان المجتمع المدني دايما بيقول خليها دي حاجه جانبيه، لكن ما يبقاش الاساس ان احنا نعمل تبرعات. احنا لازم نعمل يعني في بعض الناس اقترحوا ضريبه ثروه وكلام من ده، انا مش ميال ليها قوي لان دي هتؤدي الى هروب الناس بثرواتها. برضو الواحد الانسان اناني شويه لما بتيجي لفلوسه الشخصيه مباشره. لا احنا عايزينه بمزاجه محبه، مفيش غير الضرايب، بس يبقى الغني اولا متاكد انه بيزداد ثراء، ما بيفتقرش لما بيدفع ضرايب، ده هو بيدفع ضرايب من ارباحه ومن دخله، وبالتالي اديله المناخ الملائم للاستثمار، اديله الامن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، علي الضرايب تصاعديا مع دخله، ويبقى هو عارف ان الضرايب دي داخله في وعاء ما فيش فيه لا سرقه ولا نصب ولا في كروش بعض الناس، والفساد اللي هو عايش جواه ده راح. هتلاقي على طول اللي بتاع انت من ضمن الحاجات مثلا دمج الثروه العقاريه في التسجيل الثروه العقاريه ودمجها برضو في انت عارف ان الثروه العقاريه في مصر قدرها تقدر من 200 الى 300 مليار دولار، الثروه العقاريه بتاعت كل الناس يعني، قدرت في دراسات اتعملت مخصوص لهذا الموضوع. يا اخي سجلها، سجلها، ادي تسهيلات في تسجيل هذه العقارات بحيث الناس يبقى عندها حاجه بدل ما هي شويه اسمنت بقت حاجه قابله للتسهيل في بنك تاخد عليها مورجج وتشغل، واللي عنده ورشه واللي عنده حاجه حول اسمنت الى فلوس. يعني في البنوك تشتغل وشركات التمويل العقاري تشتغل والناس تستفاد وتبتدي تمول نفسها. في افكار كتيره جدا بره الصندوق تخلي الناس تبتدي تتحرك، ما نقعدش نتكلم طول الوقت في شكليات والحاجات القديمه وهنعمل فيها ايه. اتحركوا لقدام، غيروا القوانين على قد ما تقدروا الجديده، لان القوانين القديمه والتصالحات والحاجات انت طفشت ناس. انا كنت في دبي قريب، الراجل قال لي ازاي استثمر في بلد زميلي فيها مسجون. يعني شفنا مستثمرين بيخسروا فلوسهم، لكن مستثمر بيخش السجن دي ما شفناهاش. فلازم نغير الكلام ده كله ونتصالح مع الناس المستثمرين الاجانب، اذا الا فيما عدا الرشوه والتربح والكلام ده كله. وافتح بابك، لان ده لا حل الا باستثمارات خارجيه مع الاستثمارات الداخليه. دكتور ماجد، انا اعتقد انه يجب ان نرسي فلسفه انه احنا عايزين نعيد يعني توزيع الثروه، بمعنى انه الناس كلها تبقى ترتفع، مش الناس كلها تنخفض. يعني عايزين ان احنا نرفع اللي تحت، مش عايزين يعني المستويات تؤدي الناس كلها تبقى فقراء، لكن عايزين المستويات تؤدي الناس كلها تبقى اغنياء. طبعا مش بنفس الدرجه، لكن الفلسفه تكون كده، لانه الحقيقه في اتجاه قوي جدا دلوقتي بيتزايد انه الغني ده هو العدو والقطاع الخاص ده مش عايزينه، وعايزين الحكومه تعمل كل حاجه الى اخره. ودي طبعا يعني هتدخلنا في دوامه كبيره جدا ولن تؤدي الى نجاح، لانها جربت قبل كده سواء في مصر او في خارج مصر. فانا طبعا متفق على فكره الضرائب التصاعديه، اعتقد انها يجب ان تتم، لكن كمان الحقيقه احنا محتاجين ان احنا في بعض النماذج اللي بتعمل بشكل تجريبي لبعض رجال الاعمال وبعض الاثرياء في مصر لخلق مثلا فرص عمل. نعم. احنا عايزين بقى يعني هذه النماذج يتم التوسع فيها. انا اسف ان هضرب نموذج، يعني رجال الاعمال والمستثمرين في امريكا
يلعبوا دور مهم جدا في التنميه. شاكيرا لسه مؤخرا عامله مدرسه، هي مغنيه وعامله مدرسه في بلدها في كولومبيا اعتقد، ل2000 طالب بتتولهم لحد ما يتخرجوا. وبيل جيتس، وبيل جيتس طبعا، يعني في مبادرات يمكن ان يقوموا بها غير الضرائب كمان. وعلى فكره في حاجات هنا برضو يعني، في حاجات والحقيقه يجب ان نلقي الضوء عليها ويعني يتم التوسع فيها. انا بعتقد انه هناك شغل لازم يتم في مثلا القرى الاكثر فقرا، احنا عندنا قرى الحقيقه في حاله مزريه. نعم. في الصعيد مصر، وصعيد مصر اصبح كمان الفقر بيتفاعل مع الجانب السياسي، مع الفهم الخاطئ للدين، مع الارهاب، يعني العمليه كلها اصبحت بتهدد كمان الاستقرار السياسي. فاعتقد ان هناك مسؤوليه كبيره جدا على رجال الاعمال، على الاثرياء في مصر، لكل واحد مثلا يقول انا هبقى مسؤول عن هذه القريه. وانا بعتقد انه يجب ان نفكر ايضا في قضيه الغنى من خلال ان احنا نقول ازاي نمكن الفقراء، مش ان احنا نفقر الاغنياء. نعم. بمعنى أنا مثلا وجهة نظري، لو تسألني إيه أحسن مشروع تعمله عشان تمكن الفقراء، أنا آجي في القرى الفقيرة أعمل في المدرسة دي، أعمل لكل طالب جهاز كمبيوتر، وأعمل هوت سبوت يبقى فيه إنترنت في المنطقة في المدرسة وحواليها، وده يعمل مشروعات إلى آخره. يعني تحول القرى الفقيرة دي لأنها تكون يعني نقطة انطلاق، مش تكون دائما مستنيه مساعده فودي لهم اكل ومقبره، يعني عايزها تبقى نقطه اشعاع. نعم. واعتقد هناك فرص كبيره جدا في هذا اذا استثمرنا في الاي تي وفي تكنولوجيا المعلومات، في الانترنت الى اخره، في هذه المناطق بطريقه مدروسه تربط ما بين التعليم والتشغيل. انا بشكركم جدا مهندس هاني توفيق، دكتور ماجد عثمان، شرفتوني. أشكرك. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. عايز اقول لكم ان دكتور زويل بخير، الشائعات اللي ترددت عن صحته ليست صحيحه، الدكتور زويل بكل الصحه والعافيه، والنهارده عيد ميلاده، كل سنه وهو طيب. غدا حلقه جديده من ممكن ان شاء الله. مصر بخير طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.